دور ال 16 في بطولة بتقام على أرض مصرية. عمرنا ما هننسى كده، وعمرنا مش هتهدي الدنيا واحنا هنسكت. لا احنا مش هنسكت، احنا هنفضل نتكلم ونقول. يجب ان يكون هناك اختيار ومعايير للاختيار. اختار فلان، اختار علان، اختار تلتان زي ما انت عايز. انا ما بقولكش اختار مين او ما تختارش مين، دي حاجه ما تخص يعني. انا مش ضد حد اطلاقا، كلهم اخواتي الكبار وكلهم اتمرنت معاهم الاسماء كلها، او لعبت معاه او اتمرنت معاه، ما عنديش مشكله مع حد. ولكن وبعدين لازم يتم دراسة كل شيء بجد، حرام اللي بيحصل. يجب أن يتم دراسة كل شيء والناس تعرف كل حاجة. هو أنت ليه بتختار فلان؟ ليه بتختار علان؟ أنا مش عايز أقول أسماء عشان محدش يحسبها عليا، لكن اللي بيحصل ده يا جماعة ده معلش يعني ناس يعني أقول إيه بس، ناس كانت فاشلة أو فشلت في أمور كثيرة ومكتوب أسماءها بتتصدر المشهد. قبل ما تختار هنعرف، او لازم نعرف اللي هنجيبه ده هنستفيد منه قد ايه، وهيعمل لنا ايه، وهيطور كرة القدم في مصر ولا لا. انا عارف ان ده ما كانش بيحصل قبل كده، انا عارف ان ده ما كانش بيحصل قبل كده، ولكن طب خلاص كلنا اخطأنا قبل كده، خلينا نتكلم في اللي جاي في المستقبل. عندنا وقت ممكن نختار فيه، ودلوقتي الكل هيقف مع الاختيار لو الاختيار جيد وهناك معايير يتم الاختيار من خلالها. معلش انا كل شويه هقول الكلمتين دول، لكن ان احنا نشوف نفس الشكل ونفس النظام ونفس كل حاجه هي هي، مفيش تغيير. فلان ده حبايبه، تلاقي فجاه اخبار في كل حته ان فلان ده موجود او علان ده لا. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش الكلام ده. يجب أن يكون هناك دراسة لكل شيء. أنت الفترة القادمة فترة صعبة جدا، والجمهور المصري لن يتحمل أي شيء، والجيل الحالي بالمناسبة برضو، الجيل الحالي من اللاعبين مختلف تماما تماما عن الأجيال السابقة. طريقة فكر مختلفة، محتاج تعامل بطريقة مختلفة، أسلوب وتكنولوجيا بطريقة مختلفة، كل حاجة مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة في كل شيء، في تليفونك انت بتمسك التليفون بتعرف كل حاجة. فجماعة مش كده، اللي احنا بنشوفه قبل اختيار أجيري هو اللي بنشوفه دلوقتي، هو اللي بنشوفه دلوقتي. اي حد عايز حد بيزق اسمه في السوشيال ميديا ويتكتب الاسم في كل حتة، فتلاقي اسلام الشاطر ده بقى كذا 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 كذا. حرام يعني، بجد حرام. غيروا الطريقة، غيروا الاختيارات، شوفوا اختيارات ليها معايير، مش بنفس الشكل وبنفس الاسلوب وبنفس الاداء اللي بقالنا 20-30 سنة. هو نفس الشكل. تلاقي ايه حاجة هتحصل، يقوم رميلك الكلام في على السوشيال ميديا، وتك تك 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 تك، تلاقي الدنيا، وفجأة تلاقي جهازين ثلاثة أربعة اتكونوا. والله أنا قريت ثلاثة أربعة أجهزة امبارح بثلاث أربع أسماء مختلفة، كلهم محترمين وكلهم فوق الدماغ وكلهم ناس جامدة جدا وكلهم ناس أساطير، ولكن فين المعايير اللي تم اختيار فلان ده على أساسها؟ يعني لو حضرتك من لو تتذكروا فشل 2002 مثلا، خرجنا من بطولة الأمم أو من كأس العالم أو كذا، نفس الشكل ونفس النظام ونفس البداية، نفس الشكل. تلاقي فلان كتب في الجرايد ان في كذا 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 كذا، ساعتها بقى مواقع التواصل الاجتماعي ما كانتش زي دلوقتي وليس لها قوه زي دلوقتي. لو يعني انت قاعد كده وبتتكلم سنه 2002 نفس الكلام تقريبا، بس في المواقع وفي الجرايد الورقيه. تلاقي تاني يوم فجاه ثلاث اربع اجهزه اتحطوا، انت بتختار جهاز منهم وخلاص. يا جماعه من فضل حضراتكم، مصر كبيره قوي على الكلام ده. خلينا نغير بقى، خلينا نغير ونبتدي علميا، نختار علميا. ليه لا؟ الوزير من حقه، معرفش من حقه ولا لا، بس ممكن جدا يكون لجنه فنيه لاختيار المدير الفني مثلا. يعني لو هو الموضوع فيه حساسيات، او انا عايز اجيب صاحبي وفلان عايز يجيب صاحبه وعلان عايز يجيب صاحبه، وده اصل المدرب ما عملش حاجه لكن هتمسكه. يا جماعه هو في ايه؟
وده بيعرض نفسه وده عايز يعلي نفسه وده بيسوق نفسه، هو في ايه يا جماعه؟ بجد تفكير قديم جدا، تفكير قديم جدا. وبعدين هو الجهاز ده يعني مش لازم يبقى كل واحد في الجهاز ليه دور، ولا احنا بس نجيب شويه اسماء ونرصها جنب بعض كلهم اسماء عظيمه وكبيره جدا؟ هو ده كلام يا جماعه؟ اعذروني لنرفزتي او لزعلي، لاني انا عايش في الكلام ده بقالي 20 30 سنه، وحضراتكم الجيل اللي قدي واللي اصغر مني شويه واللي اكبر مني شويه عارف ان ده بيحصل دايما في الاخفاقات السابقه بالكامل. فجاه تلاقي اسم 2 3 وفي الاخر هو نفس الاسم، ما ينفعش. يا اسم مصر اكبر من الحاجات دي. بالمناسبه ممكن جدا جدا لو حطيت المعايير تنطبق على اسم من الاسماء اللي مطروحه او اللي مرميه في المواقع وفي السوشيال ميديا، ممكن تلاقيها جدا. خلاص اختاره، يلا عايز تختار مدرب وطني اختار من الاسماء اللي مطروحه ويلا حطه، وخليه هو اللي يختار الجهاز من نفسه بنفسه، مش حضرتك اللي تقول له والنبي خد اسلام والنبي خد محمود سعيد والنبي خد مش عارف سمير. لا، هو اللي يختار الجهاز اللي يتحمل بقى اللي هيحصل الفتره اللي جايه، لان يا جماعه الجيل متغير، مش هو ده الجيل اللي كان قبل كده. مقتنعين معايا اعتقد بالكلام اللي انا بقوله ده بالنسبه للاجيال؟ الجيل ده